فرحانه لحقاش جائزه اليوم. وكنشكر الاب ديالي والام ديالي والاساتذه اللي ساعدوني باش شفت الجائزه وصلت. الله يوفقك. إذن كذلك مشاهدنا الكرام مستمعين الأفاضل، نواصل في أخذ الاعتصامات للمتفوقين والمتفوقات بالنسبة لهذا الموسم الدراسي لهذه السنة. مرحبا بك أختي الفاضلة. مرحبا سيدي، شكرا لكم بزاف على الاستضافة وعلى أخذ الشهادة. إذن الاسم وكذلك كيف بدأ لكم يعني هذا التميز وأنتم كتشرفوا بهذه الجائزة وهذا الشريف أمام يعني شخصيات وأمام الآباء والتلاميذ وهيئة الطير؟ الاسم كامل لبنى والشمس، وبالنسبة لي الاختصام اللي قديت ناخذ من هذا الاحتفال المقام على شرف المتميزين في امتحانات الإجهادية، أني كنت جد سعيدة ومسرورة، وكان لي الشرف والفخر أنني نمثل المؤسسة ديالي أحسن تمثيل، منظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وكنتمنى التوفيق لكاع المتخرجين في المحطة المقبلة من حياتهم. وكيعجبني نقدم الشكر الجزيل للمديرية الإقليمية وكاع الفاعلين على تنظيم وإنجاح هذا الحفل الذي يعتبر بالنسبة لنا فخر حقيقي ودعم كبير باش نستمروا ونبدعوا أكثر في مشوارنا التربوي. من طبيعة الحال هذا التفوق فهو تكليف، يعني كيفاش يمكن لك توصلي الرسالة ديالك للزملاء والزميلات المقبلين السنة المقبلة إن شاء الله على اجتياز مرحلة البكالوريا وكذلك لمن يرجع الفضل في هذا التفوق والتميز؟ الفضل بالنسبة لي كيرجع لله أولا وقبل كل شيء الحمد لله، وثاني حاجة بالنسبة للأصدقاء وعائلتي والأطر التربوية والإدارية اللي كيساعدوني، اللي ممكن ليش نكر قيمة الدعم اللي كيقدموا لي سواء المعرفي أو المعنوي وحتى المادي بطبيعة الحال. والنصيحة اللي نقدر نقدم ليها لكاع المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا الدورة المقبلة إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله غير بالاجتهاد والصبر والثقة في النفس وفي الله قبل كل شيء، والحمد لله يتوفقوا كلهم ويكونوا من المتميزين ونمثلوا بلادنا أحسن تمثيل. طبيعة الحال عندكم طموحات كبيرة، نبغيو نعرفوا شنو هو الطموح الأول ويعني شنو هي بالنسبة لكم تكونوا في المستقبل إن شاء الله، وأنتم غتكونوا من رائدات ومن الجيل الغد إن شاء الله اللي كتعول عليه بلادنا بلاد المغرب. بالنسبة لي أهم طموح كنبغي نوصل ليه وهو طبعا مغلف تحت غلاف أني نمثل بلادي أحسن تمثيل سواء في المغرب أو خارج المغرب في العالم كله، كمكفوفة كشخص أعطاته البلاد مجموعة من الامتيازات وساعداته بزاف حتى وصل للمستوى اللي غنوصل ليه إن شاء الله. وأنا بغيت ندير الترجمة إن شاء الله ونتوفق في هذا الدومين لحقاش هو مطلوب وقليل بزاف، وخصوص بالنسبة للكفيف اللي كيبقى مجال غيبقى لي الصبر فيه إن شاء الله. إن شاء الله. إذن مستمعنا الكرام لازلنا في أخذ الاعتصامات، نتمنى لك يعني طالبتنا إن شاء الله كل التفوق في مسارك الدراسي الجامعي إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك، وشكرا لكم بزاف على الاستقبال أو أخذ الشهادة بصفتكم جهاز إعلامي ناجح، لحقاش الإعلام هو بمثابة المرآة اللي كتعكس واقع الشعب المغربي على جميع المستويات. شكرا بزاف. هذا بفضلكم، ونحن رهن الإشارة لجميع المتفوقين والذين كذلك لم يساعدهم الحظ. شكرا لك، في أمان الله. تغمرني مشاعر الفخر والاعتزاز وأنا أشارككم هذا الحفل الذي تنظمه المديرية الإقليمية بمكناس احتفاء بالتلاميذ المتفوقين في مختلف الامتحانات الإجهادية والمسابقات الإقليمية، وهو حفل عميق في مغزاه ومركب في دلالاته، يجمع بين المشاعر الوطنية والتاريخية والاحتفال بالحصيلة المرضية التي ساهمنا جميعا كل من موقعه في صنعها. الحاصلة على معدل 16.26 بميزة حسن جدا. يتفضل السيد العام على المكناس بتسليم الجائزة للتلميذ المتفوق. Thank you.
إذن مستمعين الأفاضل المشاهدين الكرام المشاركين في هذا الحفل حفل التميز من خلال مسرحية محاكمة القراءة. إذن معنا وجه متميز طبعا بامتياز هذه المسرحية بالإضافة إلى الزميلات المشاركات في هذه المسرحية. معنا القاضية، مرحبا بك. مرحبا. إذن سؤالنا الأول حول تيمة الموضوع، تيمة المسرحية، كيف بدت لكم وكيف كان تجاوب الجمهور معكم وكيف كان دور القاضية في هذه المحاكمة؟ هل كان منصفا؟ تساؤلات مشاهدينا الكرام نستمعها من خلال هذا الاستجواب وهذا الروبورتاج المباشر. معنا السلام عليكم. هي الأولى، أنا بالنسبة لي المسرحية أنا بديت معها من الأول تقريبا دومي آني وأنا كنت أدرب عليها، هادشي علاش أنا وصلت لهاد المرحلة وتخطيتها وتخطيت بزاف ديال العائق. ولهادشي علاش أنا ديجا كنت باغا نكون أون أرتيست، داكشي علاش أنا اختاريت هاد الميدان. والدور ديال القضية أنا النوبة الأولى، ما كنش كنعرف نمثلو، مي مع الأيام ومع لي جوغ ومع التدريب صافي تدربت وقدرت نتقن الدور وقدرت نثق في راسي، داكشي علاش انا وديتو بكل تميز، داكشي علاش انا مفتخره بدوري ومفتخره بالجروب ديال المسرح ديالي واللي منهم بزاف ديال التلاميذ وكيقراو في المدرسه ديالنا المدرسه التنميه الاعداديه. شكرا. إذن من طبيعة الحال كان هناك تجاوب ديال الجمهور مع المسرحية، كيف حسيتوا ديك الساعة؟ حسينا بلي الجمهور تاهو دعمنا وعطانا واحد الوقت ودعمنا تاهو وما خليناش نحسوا بالناقص وما خليناش نحسوا بلي رحنا حتى شي واحد ما كيشجعنا، بالعكس كلكم شجعتونا وتبارك الله عليكم وتبارك الله على الاستاذ المدير ديالنا خالد الغلوسي. اكبر تحيه للاستاذ، اكبر تحيه للمدير ديالنا، الاستاذ المدير ديالنا، تحيه كبيره اللي دعمنا هو والاستاذه المفتشه ديالنا واللي هي اللي كتبت لنا السيناريو سميتها ناديه الطويعي. تحيه ليها كبيره، تحيه كبيره تحيه ليها. شكرا لك وشكرا لكم بزاف بزاف لحقاش دعمتونا في هذه المسرحيه وشجعتونا باش حنا وصلنا لهذا الشيء وطلعنا فوق الخشبه ومثلناها، هذا راه الشرف لينا. شكرا. إذن قبل الاستماع ومشاهده المحاكمه، اول شخص يدخل الى قاعه المحاكمه هو الراوي. إذن اين الراوي الان؟ إذن مع الراوي. إذن كلمة حرة حول المسرحية، أداء الزميلات، كذلك التواصل الذي كان بينكم وبين الجمهور، كيف أقنعتم الجمهور، كيف يعني استطعتم أن تنجزوا هذا العمل الجاد، وشكرنا إلى الطاقم التقني الساهر على هذه المسرحية. كنشكر كل شيء حيت شجعونا بزاف، وأصلا أنا فاش جيت ندي الدور ديالي حسيت الشجاعة بزاف. إذن شنو هي الرسالة اللي تبلغي للزميلات المقبلات السنة المقبلة على يعني ممارسة المجال المسرح؟ إلا كان عندهم شي حلم ما يتخلاوش عليهم وديما يبقاو يجيو لهنا ويراقبوا ويتابعوه وديما يبقاو يشاركوا في هذا البرنامج. إذن فاش دخلتي يعني الأول، أنت الأولى دخلتي للركح يعني الخشبة، واش ما انتبكش يعني واحد الخوف واحد وكيفاش تغلبتي على هذا؟ ولا كانت عندك تجربة يعني ذاك الشيء بان لك عادي جمهور اللي هو مكناسي فيه العائلة فيه الزملاء؟ كل شيء عادي. نعم. إذن هذه الجرأة هي النوبة الأولى كانت عندنا واحد أن بو ستريس، مي هي في النوبة الأولى كانت عندنا أن بو ستريس، مي في النوبة الثانية صافي تغلبنا على كل شيء الحمد لله، شفنا بلي الجمهور تاهو دعمنا شجعنا ديك الساعة اندمج معنا في القصة ما حس بينا شنو، والحمد لله دازت المسرحية على كامل أحسن وجه. إذن لمن كيرجع هذا التفوق وهذا التميز في هذه المسرحية؟ الأساسيين اللي عاونونا وأول واحد فيهم الأستاذ المدير ديالنا فقط حرامي. يعني ما بغاش يضرب في الشاشه لانه متواضع جدا، خصكم تجيبوا لنا يبان للجمهور. الشكر يرجع للمدير ديالنا.
هو المدير ديالنا الفضل. لا خويا إذن كلمة ويعني والحمد لله هاد الشباب يعني عطى كل الطاقات وهذا كيفضل هذا كيرجع للفضل يعني واحد الطاقة اللي كان كيسهر عليه في تكوين شنو هي الكلمة اللي تقولنا لهذا؟ أنا ما يمكن لي نقول إلا نشكر هاد التلميذات على المجهودات اللي قاموا بها وهذا الشيء جاء كما ذكروا جاء واحد العمل سيرورة العمل منذ بداية السنة وإطار النوادي التربوية اللي كانت تشرف له نادي القراءة والأستاذة مفتشة توجيه نادي الطويل وبدأت طرحت الفكرة في أثر تشجيع ديال القراءة وبدأوا تشتغلوا بوحدهم في إطار يعني ذاتي وبمهارات شخصية ووصلوا لهذه النتيجة بمحض احنا كنا فقط نتبعهم وترشدهم عن بعد وهذا شنو تيبدل تيدل على ان كاين هناك كفاءات كاين هناك مجهودات كاين هناك التلاميذ اللي عندهم واحد المقدورة يمكننا غير هذاك المارد اللي خصنا نحاولوا نخرجوه باش يظهر وبالتالي الانشطة الموازية والنوادي التربوية عندهم واحد دور فعال في تنمية ملكات ومهارات وسلوكات التلاميذ وكذلك في تمرير الرسائل فمثلا القراءة تلامد تقرأ وبالتالي على إثر هذه المسرحية تحركت المكتبة اللي بدأت تتحرك لولا أن القيمة المكتبة اللي توفى في العطلة ديال الكرة وبالتالي هذا تنذكره بالرحمة لأنها بدأت العملية وبدأت مجموعة تحركت بواحد الكتب تتحرك القراءة بفضل هاد التلاميذ اللي هما عطوا واحد الشحنة إضافية وتمنوا إن شاء الله استمرارية للعام الجاي إن شاء الله وتكون أحسن بأكثر وشكرا جزيلا على المنبر اللي معنا. إذن بدورنا كنشكركم ونتمنىكم كل التفوق والتميز في المسار الدراسي وكذلك المجال المسرحي ومعنا كذلك فؤاد لن ننساه لأنه يدعم الشباب وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة. أولا تحية أستاذ مستوى ومستوى كبير أنا وفقولي تمنيت شباب يطلعوا فتاهما في نصح بحنا ونتمنى لهم يجيوا لدار الثقافة يطالعوا تسجيل الفابور يجيوا يتعلموا ونقراوا من صح كيف المولفين ووصلنا وخصنا نوصلوا رسالة للتعليم يقوي يجيبوا الأطفال يتعلموا المسرح كيف تعلمنا من الطفولة ديالنا ونتمنى لهم التوفيق لأي واحد. أنا شفت المدارس كلهم وصلوا للمسرح ونتمنى لهم التوفيق وأنا معكم اي وقت احتاجيتو في عذر انا معكم وغادي نعيطو المخرجين وممثلين يسهروا معكم وفي المدير ديالكم حتى هو كذلك غادي يسهر معنا نوصلكم واحد السي فؤاد واحد السؤال السي فؤاد هاد المسرحيه واش كتفكركش في اول صعود الخشبه في هاد القاعه هذه وكيذكرك بواحد التاريخ شهاده تاريخيه شكرا لك.